هي شكاوى كاذبة كاذبة كاذبة، هي وجود ناس بيشرفوا على اللجان من غير القضاة. هذا الكلام غير، يعني فضلا عن كذبه هو غير متصور الحدوث، هو مستحيل يحدث. أولا ده بيشكل طعن في أمانة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لجنة الانتخابات الرئاسية، لجنة الاستفتاء اللي احنا النهاردة بنباشره، دي مكونة من كبار القضاة في مصر، وهذه اللجنة تباشر عملها بمنتهى النزاهة. عندنا قاعدة بيانات القضاة هذه والهيئات القضائية الأخرى ما بين مجلس دولة وقضايا دولة ونيابة إدارية ويتم ونيابة عامة، ويتم اختيار ويتم ندب هؤلاء الأعضاء من قبل اللجنة.